وأكد أمين مساعد لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن محمد حمدي رزق أنه تم خلال الجلسة الحديث عن تقليل الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم المصدرين. تكلمنا على ضرورة الأخذ بتوصيات عدة من ضمنها أن احنا لازم نقلل الإنفاق الحكومي، من ضمنها أن احنا ننوع مصادر النقد الأجنبي. النهاردة اتكلمنا أيضا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا، بحيث أنها أن احنا من وقف فوري للاستيراد أي منتج يكون بينتج في مصر أو بيتصنع في مصر أو له بديل هنا في مصر. النهاردة اتكلمنا أيضا على ضرورة إعطاء حافز للمصدرين وإعطائهم دعم، بحيث أن احنا نقلل من يعني نزود الدخل الأجنبي اللي داخل مصر، ونقلل أيضا من فرص نزول العملة المصرية.